غنديرو باليومين السهرات هنايا، وكل شهر غنديرو حفلة. دابا هذه غير حفلة ديال عيد الاستقلال، المرة الجاية غنديرو حفلة إن شاء الله. وأي واحد هنا عندنا مثلا ما عندوش الفلوس باش غيتزوج ولا شي حاجة، غنساهمو معاه وغنجيبو لشوك فابور. تحية النصر، وكنشكروا الفنانة اللي جا كيعازروا ساكنة حي النصر هذا النفق هذا اللي نظمه جمعية أهرام الفن اللي كيترأس الفنان هشام زريقة، وأيضا جمعية المغرب الغد التي أترأسها خالد بطيعي هذا بريس. كنشكروا هاد الساكنة هذو في هذا الحفل البهيج الاستعراضي اللي كيتنظم لأول مرة بالمغرب بدء الشيء هذا من وسط حي الشعبي. محمدية بريس على الحضور ديالها، وكنشكروا سكينة المحمدية حي النصر، وكنشكروا جمعية أهرام الفن وجمعية مغرب الغد على الحضور ديالها. وحنا فرحانين بمغربنا محمد السادس ملك الله ينصرو، وشكرا لكاع المنظمين ديالها، وشكرا لكم، وحنا كل عام غنبغيو نتعامل، وشكرا. اول شيء مساء الخير عليكم، مساء الخير على كل المشاهدين الكرام. ان شاء الله ربي اللي كيشد الفيديو ربي ان شاء الله يكون في احسن الاحوال والظروف. بالنسبه لهذا المجمع، وانا كنشوفه محفل مغربي 100%، مجمع جميل جدا. كنتمنى انه يتكرر في كذا بلاصه في الاحياء يعني الشعبيه ديالنا في المغرب. واكيد المغرب معروف عليهم داك الحب والتلاحم بين العرش العلوي والمجيد، وبين بينهم كمواطنين كمغاربه. هذه فكره زوينه. كنشكر زريقة على هذه البادره الطيبه اللي دارها، انه دارها في الحي ديالو. هذه يعني بادره جديده وزوينه، ويعني كنت فرحان بهذا اللقاء الجميل وبهذا الحب وبهذا الترحاب اللي داروا لي الساكنه المحمديه. صراحه احتفال مميز الذي كان من تنظيم جمعيه مغرب الغد وجمعيه اهرام الفن برئاسه الشباب الشابان خالد مطيع وهشام زريقة. صراحه احتفال متميز بكل المقاييس، وانها لبادره اولى، وبالمغرب اقول وليس بالمحمديه، واتمنى ان تعمم. كان نتقدم للشعب المغربي كافه من هذا الحي الذي هو حي النصر، وهو فعلا حي للنصر، لان انتصروا فيه الناس، لان عملوا فيه حوايج زوينين، لان كيعملوا في البيئه، كيعملوا في حوايج اللي كيحافظوا فيها على البيئه. والمغاربه كلهم فخورين بهذه الاحياء هذه اللي هي عاد باش بانت في المحمديه. حي النصر، كنشكر
نشكروا الناس وكنشكروا الجمعيه اللي دارت هذا الشيء، وهادشي مزيان الحمد لله، كلشي مزيان الله يجزاهم. نحضر معكم في هذه الملحمه الوطنيه الكبيره اللي عاشها هذا حي النصر. كان كما كنشوفوا الاعلام الوطنيه، الاعلام الوطنيه بجاء هذا الحي كلشي شارك، اطفال رجال نساء كل شيء، كبير صغير كلشي شارك في هذه الملحمه. بالنسبه لسيدنا الله ينصرو في هذا المنبر هذا، كنشكروه وكنعزوه وكنفتخروا به، كانه عندنا احسن ملك في العالم اللي عنده صنعة طيبه الحمد لله في العالم كامل، واجمل ملك. وكنقول عاش الملك من هذا المنبر هذا. حنا باغيين سيدنا نبقاو نشوفوا بهذيك الصوره، حنا فرحانين بان جينا لقيناه في هذا الجيل ديالنا، لقينا بحال داك الملك ديالنا اللي انه كيحس بالشباب وكيحس بالفن وكيحس بالضعفاء في الفقراء. هذا هو احسن عندنا حنا في العالم. وبغيناكم تحضروا معنا حي شعبي اللي هو حي النصر، اللي هو حي ديال الناس اللي قاوموا والناس اللي ناضلوا سبيل هذا الوطن. وكنشكروا جميع الجمعيات اللي ساهمت وجميع الفنانين اللي جاوا من الدار البيضاء باش يحضروا معنا. اليوم حنا جد سعداء للمشاركة في هذا الحفل البهيج والاستعراضي اللي نظمناه بشراكة مع جمعية أهرام الفن اللي كيترأسها الفنان زريقة. وكما شفتوا بالصورة حفل كبير اللي كيتنظم لأول مرة بحي الشعبي بالمغرب. ها هو جي معايا بعدا. أولا قبل ما نقول لك النكتة غادي نشكر الساكنة ديال حي النصر لأنهم استقبلونا وكنشكركم على حسن الاستقبال. اذا حنا بحبنا للملك ديالنا غنبقاو ديما نغنيو على سيدنا وغنغنيو على التراب ديالنا وغنغنيو على الوطن ديالنا. وبهذا المنبر هذا بان سيدنا كان مشى لافريقيا وحنا خدينا لي زافريكان جاو شجلوا معنا البركيسيون هنا وشجلنا الاغنيه الاولى درناها. وعاود ول البارح بالليل مع 12 الليل بدينا اغنيه اخرى، شجلنا اغنيات. علاش؟ هديناهم للشعب ديالنا المغربي وهديناهم لسيدنا وهديناهم للناس اللي كانوا مأطرين هذاك الحفل. خالد زميلي كيفاش كتلاحظ الان من خلال شكون ضيف شرف اليوم حاتم؟ اليوم ضيف شرف كان عدد من الفنانين الكبار وعلى راسهم الفنان حاتم ادار وايضا فنان ابناء المحمديه القلاع بالاضافه الى فنانين اخرين. وهذا يدل على نجاح هذا الحفل البهيج الذي تمت كانت فيه عده فقرات استعراضيه لقيت استحسان الساكنه. عاش الملك. بغينا الصحراء تكبر يعيشوا فيها اولادنا ويكبروا فيها اولادنا وتكبر بلادنا. وعاش الملك. يحيى الملك. الله يخلينا ملكنا. يا قوم على كلمات